تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين في فتح منافذها طوال أيام إجازة عيد الفطر دون انقطاع لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية. وستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى كل مستلزمات عيد الفطر المبارك. في إطار توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال عيد الفطر المبارك، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية طوال أيام إجازة العيد دون انقطاع. توفر جميع السلع الأساسية بالنسبة للمواد التموينية أو فرق نقاط الخبز بكميات كبيرة تغطي على مدار الشهر في كل المجمعات الاستهلاكية. بالإضافة على كده السلع الأساسية اللي هي للحر أو للشراء النقدي زي الرز، زي السكر، زي المكرونات، زي السمنات، زي الزيوت، زي الجبن، زي اللحوم المجمدة، اللحوم الطازة، الدواجن المجمدة، مصنعات الدواجن بشكل عام موجودة في المجمعات الاستهلاكية بنسبة تخفيض بتوصل من 20 لـ25%. الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة قامت بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى كل مستلزمات عيد الفطر المبارك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبتخفيضات تصل إلى 30%، مع استمرار فتح المنافذ وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. هنا الحاجة متوفرة، كل شيء جميل، في كعك، في بسكوت، في رنجة، في أسماك، في لحوم، كل شيء جميل يعني. المنتجات والسلع موجودة والأسعار كويسة وكل حاجة كويسة في المجمعات، والخير موجود، اللحوم والسكر وكل حاجة موجودة في الجمعية يعني. خلال إجازة عيد الفطر المبارك يستمر استكمال صرف السلع التموينية لبقالين التموين ومنافذ صرف السلع المدعمة لاستمرار صرف مقررات تموين شهر مايو لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يتم صرف السلع المدعمة بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على بطاقات التموين، وكذلك قيام كل شركة بإنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف الاستعاضات وفتح المخازن أيضاً.